يعني هذا العام طبعا كانت شكلت الأزمة الاقتصادية أكبر ذروة في ارتفاع سعر العملة المحلية طيب بمقابل العملات الأجنبية وانهيار الريال اليمني وانهيار الاقتصاد بشكل كبير. أيضا عدم توازن الدولة كان أيضا سيء لدرجة كبيرة جدا، عدم توازن الدولة في المحافظات المحررة بالذات، وأيضا على سبيل كان هناك أيضا بعض الأشياء التي كانت تبشر وتعطينا مؤشرات إيجابية. كانت أول الأشياء هي يعني إدراج الجماعة الحوثية الإرهابية بقائمة القائمة السوداء في الخزينة الأمريكية، وبالتالي لمدة شهر أو شهرين بعد الانتخابات الأمريكية تم رفع الغطاء عن هذا القرار الأمريكي. كان ذلك سيئا وجميلا بنفس الوقت. أيضا على الساحة الجانب العسكري وكذلك، يعني لم نشهد إلا عدة انتصارات هنا وهناك، ولكن حصلت النكسات. أيضا كانت النكسات العسكرية كثيرة، منها أيضا تسليم الجوف، محافظة الجوف، واستكمال تسليمها مؤخرا، وأيضا استسليم مناطق في شبوة، منها يعني ريحان وعسيلان. هذه كانت للأمانة بشكل مؤسف، وشكلت لليمنيين حرج كبير جدا.